باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نجاوب بعض الأسئلة قبل ما نبتدي موضوعنا النهاردة. هل إذا تقدم لي إنسان كويس لخطبتي وأنا مش مرتاحة مش عارفة ليه ممكن يكون ده تذمر مني على عطية ربنا وما يدينيش حد كويس تاني؟ لا، ده مش تذمر، لأن لازم الإنسان عشان يرتبط بإنسان ويعيش معاه سنين عمره اللي جاية على الأقل يكون مرتاح. أخرجي معاه مرة واثنين وتلاتة وحاولي ما تبقيش سطحية إنك بتقيميه على شكله. شوفي قلبه وطباعه وصفاته، دي اللي هتبقى شكلها إيه. لكن لو بعد مرة واثنين وتلاتة ما ارتحتيش ما تكمليش، لأنك هتظلمي نفسك وتظلميه هو كمان. أنا بعرف إنسان وأب اعترافي يعرف، وكذلك العائلة، فهل وجودنا مع بعض في خدمة واحدة شيء مفيد أم لا، مع العلم إني أعرفه منذ سنة ونص؟ طب ما تسألي أب اعترافك وأب اعترافه اللي عارفين ظروف الخدمة عندكم شكلها إيه، أو عارفين أكتر هو. لكن أنا أقولك مبدأ عام، أهم حاجة لغاية قبل ما تلبسوا الدبل، حتى لو أنتوا خدمتكم خدمة واحدة، محدش يلاحظ حاجة علشان ما نعثرش الناس. لكن إذا كنتوا حاسين إن يعني هيبان ارجع الأب اعترافك يشوف يمكن أفضل أنت تختاري خدمة هو يختار خدمة، لأن أهم حاجة إن الكنيسة ما تبقاش مكان للعثرة أو الكلام أو النميمة. أنا زعلانة جدا من أب كاهن، دائما أعرض عليه وأكتب ليه تنبيه إنه يقولوا للناس في الاجتماع دايما ويتجاهله، وهو أن السيدات يجلسون في مقاعد الرجال وفي ناس كبيرة في السن بتقف. فهل مش عارف إيه النظام يضايق الناس والأب الكاهن؟ أنت عملت اللي عليكي وبلغت المسؤول، المسؤول عمل ما عملش أنت ما تزعليش، لأنك أنت كده وقع في إدانة للأب الكاهن. لعله هو شايف حاجة تانية أنت مش شايفاها، وله بعد في الخدمة أنت مش جايباه. بلاش حتة السبت من أجل الإنسان والإنسان من أجل السبت، يعني بلاش فرسية. ما بقولش إن الستات تقعد مكان الرجالة والرجالة تقعد مكان الستات، أنا ما قلتش كده. كنيستنا كنيسة نظامية، لكن أنا معرفش ظروف الاجتماع ده. هديلك مثل يا بنتي، إحنا عندنا في قداس يوم الحد الأول نسبة السيدات أكتر من نسبة الرجال اللي بتتناول، فبيحصل إن السيدات بتاخد النص بتاع الكنيسة اللي انتوا قاعدين فيه وتاخد أول صف من صفوف الرجالة، وبعدين الرجالة عددهم أقل فبياخدوا الصفين التانيين. هل معنى كده أبونا واقف القداس يقول ده تعدي صارخ من النساء على نصيب الرجال، واللي هتقف في الرجال مش هنناولها النهاردة؟ لا، دي ظروف كنيسة ضيقة والستات أكتر فخدوا جزء وإلى آخره. إحنا صحيح مش مع إن الرجل والسيدة يقعدوا على بنج واحد، إحنا ما قلتش إن إحنا نعمل كده، لأن إحنا كنيستنا كنيسة محافظة تقليدية تحترم كمان نظامنا وتحترم نظامها، ما بقولش إن دي قاعدة. لكن أنت بلغتي أبونا، أبونا صار المسؤول، أنت ما تقوليش أنا زعلانة منه بقى، لأن معنى كده إن كل واحد هيروح يقول لأبونا نصيحة لو ما عملش بيها يبقى لازم أزعل. أنا قلت للقائد المسؤول، والمسؤول هو مسؤول أمام الله، فانت مالكيش اكتر من انك انت تبلغي وبس، عمل ما عملش انت مالكيش دعوه. اعجبت بفتاوى تعلقت بيها يوم بعد يوم واريد ان اراها دائما، فعندما اراها اشعر بالسعاده حتى لو لم ينطق فمي بكلمه، ولم اعرف هذا حب حقيقي ام لا، فكيف اتحقق من مشاعري ان كانت مشاعر حب ام لا، وماذا افعل تجاهها؟ اللي انت قلته ده مش غلط، بس اي مراهق عنده 14 سنه بيحس بكده، يشوف واحده بوم 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 وايديه ترعش وتتلج ويبقى عينيه فاتحه مطرح مطروح عينيه وراها، فده اسمه جزء المشاعر. لكن الحب الحقيقي ما بننكرش ان في مشاعر، بس في حاجه تانية جنب المشاعر، صفاتها ايه؟ التكافؤ اللي بينك وبينها الذهني والفكر قد ايه؟ التكافؤ بين العائلات شكله ايه؟ مستواها المادي والاجتماعي هتقدر تجاريه ولا مش هتقدر تجاريه؟ يبقى قبل ما تتكلم لمجرد انها عجباك حاول تعرف معلومات، يمكن لما تعرف معلومات وتسأل تكتشف انها اوريدي مرتبطة بحد تاني، فما تحرجش نفسك. لكن على قد ما تقدر اجمع معلومات وبعد كده نفكر، لكن اللي عندك ده مش كفاية،
ده اسمه انجذاب عاطفي، لكن العاطفة بالانجذاب لوحديها ما تبنيش بيت ولا تبني علاقة. فهمتني؟ هل البكور في أول شغل فقط أم في كل شغل أشتغله؟ على فكرة في نفس السؤال واحدة بتقوله إن ما علينا. بصوا يا جماعة، لو واحد كان شغال في شركة بألف جنيه هيدفع البكور بتاعه 1000 جنيه، جت عليه فترة قعد من الشغل وبعدين اشتغل شغل تاني ب1500 جنيه، يدفع ايه بكور؟ 500 جنيه الفرق بين اخر مرتب خده وبين المرتب الجديد، ما يدفعش الالف وخمسمية كلها بكور، الا اذا كانت دي علاقة خاصة بينه وبين ربنا عاوز يعمل كده ربنا يفرح بيه قوي، لكن ما بقولش ان دي القاعدة. القاعدة انه يدفع ايه؟ الزيادة في الفرق في المرتب. اتعرف علي شخصي في فترة قليلة وكنت في البداية مرتحاله، ولكن بعد فترة ابتديت أشعر أنه قليل الكلام وما بيقوليش أي معلومة إلا إذا سألت عنها، وعرفت بالصدفة أنه كان خاطب من قبل كده ولكنه لم يقول لي، وحاولت أكتر من مرة أن أنوه له على أن يقول لي إذا كان خاطب ولا لا، ولكنه ما أعملش. للأسف بدأت أقلق وشعوري حاجة جداً مش عارف ايه كده يعني من جهته، فماذا افعل؟ هو عادة يا بنات الرجالة ادائها في الكلام يعني اي رجل بالنسبة للمرأة في الكلام هو انسان معوق، لان يعني ايه يعني الفوكابلوري بتاع المرأة في الكلام، عشان المرأة كائن عاطفي فتكلم باحاسيسها وحكاياتها وتفصف وتجيب من فوق ومن تحت، بتكلم اكتر من الراجل، وعشان كده يقولوا ان الرجاله بعد الجواز بيجي لها مرض اسمه الخرس الزوجي، انتوا واخدين بالكم؟ لكن لما يبتدي في الخطوبه لا، يعني كون ان الراجل ابتدى كده في الخطوبه دي زياده شويه، امال هيعمل ايه في الجواز؟ نمره 2، مش مرتاح انك انت حاولت تنوهي له، يعني بتفتحي له سكه ان يحكي لك على حاجه هو كان عاملها قبل كده الخطوبه وما يقولش. المفروض الانسان الامين ما دام حاجه مش الخطيه دي بينه وبين اب اعتراف ما يقولهاش، لكن إذا كان خاطب قبل كده وما قالش دي هتخليني جوه علامة استفهام إن أنا قصاد شخصية غامضة، وأنا معاكي حق إنك تقلقي شوية، راجعي نفسك وراجعي الموضوع وواجهيه قولي له مش هنقدر نكمل كده، أنت إنسان غامض بالنسبة لي وخبيت معلومة أساسية، وشوفي رد فعله إيه، لكن أنا برضو مش مرتاح زيك يا بنتي. طبعا تعملي اللي أنت عايزاه، أنا ما بوجهش القرار، بس أنا بقول لك لازم يكون في كلام أكتر من كده وانفتح أكتر من كده. يا أبونا أنا تعبت قوي من حياتي وحاسة أن مفيش حاجة حلوة وما عنديش إحساس بالأمان ولا الاستقرار، لدرجة أن بقول له يا رب كفاية كده أنا عايزة أجي عندك بقى، هو ليه ربنا مش بيعمل حاجة زي ما يكون مديني ظهره؟ على فكرة السؤال ده متكرر، يعني أنا فاكر كويس قوي أن صاحبة السؤال قالت السؤال ده قبل كده وجاوبته قبل كده. بص يا بنتي كلمي ربنا ببساطة، ولو الموضوع دوت قلب معاك انك انت لسه حاسة الاحساس ده يبقى احنا داخلنا في دائرة نفسية مش دائرة روحية، محتاجة تفتحي قلبك وتتكلمي مع حد، مش تكتبي الكلام ده في سؤال الاجتماع، يعني لازم يكون في خادمة شباب او انسانة مدبرة تفتحي قلبك وتقولي لها انت زعلانة من ايه من ربنا وربنا مديكي ظهره في ايه، ويبقى في حوار. الحوار ده لما يكون الإنسان روحي هو اللي ماسكك وبيكلمك، يعني أعتقد الآباء الكهنة وقتهم ضيق، لو كان أب اعترافك أوكي، مش أب اعترافك يبقى إنسانة روحية، هيبتدي يعمل مصالحة بينك وبين نفسك ومصالحة بينك وبين ربنا. فأنا أعتقد أنك أنت محتاجة تدخل، لأن مدام السؤال ده متكرر بنفس الخط ده معناه أن الأزمة لازالت مستمرة، فلو سمحتي أقعدي مع حد. سلام يا بونا، هو أنا لما أخد الناس على قد عقلهم كده أكون منافقة؟ بصي على قد عقلهم دي كلمة واسعة قوي، لو أنت جواكي في قلبك باخدهم على قد عقلهم بالطريقة اللي بيقولوا ريح الزبون يعني تبقى لا، دي مش حاجة حلوة، لانك شايف انك انت انسان عقله كويس، لا دي مش حلوه فيها كبرياء وذات، لكن ممكن يكون لها معنى روحي جميل قوي، زي ما اسم اب كاهن يخش في فصل حضانه
وعاوز يشرح لهم القداس، فجاب أربانة وقعد على الأرض عشان يكسر الحاجز بينه وبين الأطفال، وربع رجليه وقال لهم هحكي لكم حكاية القربانة. والعيال عملوا كده، نطوا فوق كتافه وجم على حجره وبس، وابونا ووزع لهم ملبس. هو هنا بينزل لإيه؟ لمستواه، لأنه بيحترم طفولته. فأنا لما أنزل لمستوى إنسان عشان بحترم إنسانيته، مش متكبر على إمكانياته، مش غلط. دي حكمة ومحبة، فاهمين؟ فأنا لما أجي بكلم إنسان بكلمه بثقافته، بكلمه بلغته، وبكلمه بتربيته، وبكلمه بالباك جراوند بتاعه. لما أنا أعمل كده دي حكمة. لكن لو بكلمه بعلياء إن أنا خده على قد عقله، لا دي وحشة أو تزعل ربنا. أنا بشتغل في شركة، وصاحب الشركة راجل بصرف النظر هي كاتبة إيه، بيعمل حاجات غلط مع البنات. الخط صعب قوي. شوف يا بنتي، لو في انسان ابتدى يضايقك مهما كان الثمن، عفتي وطهرتي ملهاش ثمن. لو باخد 10,000 جنيه في الشهر مرتب، ولو خرجت بره الشركه دي هاخد 500 جنيه مرتب، لا كلي ملح. الطهاره كلفت يوسف سجن سنين طويله، فما فيش قدام الطهارة أي مساومة. لازم فورا عند أول ضيق تتعرضي له، لازم يا إما تحسمي معاه بوش شديد حاسم، لو حصل الموقف ده تاني أنا هسيب الشركة، ولو لقيت إن ده مرض فيه وهو مش هيتحسن سيب الشركة وحافظي على نفسك يا بنتي. أبونا أنا اتخطبت أكتر من مرة، وكل مرة بفك، لأن عيوب العريس ما بتظهرش إلا بعد الخطوبة. أعمل إيه؟ أسمع صوت ربنا إزاي؟ وأختار صح إزاي؟ وهل المشكلة ممكن تكون فينا، فيا أنا، ولا أعمل إيه عشان أختار صح؟ أنا مش عارفك أنت يا بنتي عشان أقدر أحكم العيب فيكي ولا العيب في الخطيب، ومعرفش الخطيب، لأنه ممكن يكون عيوب متبادلة. بمعنى في بنوتة بطبيعتها very بيكي، عارفين يعني ايه بيكي؟ يعني very selective، يعني ايه بالعربي؟ سواني سبطيها مني، مدققة قوي في الاختيار لدرجة ان يعني لازم يكون خالي من الميكروبات، من العيوب يعني، يعني لازم ما يكونش فيه. الحقيقة مفيش انسان كده. هو أي إنسان في مزايا وفي عيوب، لأن الشخصية نفسها القيادية غير الشخصية الهادية. يعني الشخصية الهادية هتلاقيه بطيء شوية في الرياكشن، الشخصية القيادية ناري جدا في أفعاله ويجري بسرعة. كل واحد ليه شخصية، فأنت بتشوفي إيه اللي يناسبك أنت. وفي عيوب مقبولة وفي عيوب مش مقبولة، والعيوب اللي بالنسبة لي أنا مقبولة ممكن تكون بالنسبة لك أنت مش مقبولة، والعكس صحيح. فلازم تكوني عارفة نفسك، ولازم حد يساعدك، لأنك ممكن أنت اللي تكوني ما بتفوتيش. واللي ما بيفوتش ده عادة مش هيلاقي إنسان بلا عيوب. بس الفكرة لازم حد يساعدك، تحكي مع حد، وأفضل أن يكون مرشد روحي. متقدم لي شاب بس ما عرفتوش هو مناسب ثقافيا وماديا، ولكن أهم عايز أعرف هو ابن ربنا ولا لأ. مش قادر أعرف إزاي، علما بأن الناس بتجامل لو سألتها، وأكيد لو سألت أب اعترافه هو يقول أنه هي كاتبة سيء. أنا ما أعتقدش إن في أب اعترافي يقول على ابنه سيء. لو جعلته يقابل أب اعترافي، أنا يستطيع أب اعترافي يميز ذلك، علما إنه شباب كتير يترددون على الكنيسة. بصوا يا بنات، في حاجة اسمها فترة تعارف. في فترة التعارف دي بسأل أسئلة واضحة ومحددة. لو أنت قلبك إن يكون ابن ربنا، اسأليه بيخدم ولا ما بيخدمش. نمرة 2، علاقته بأب اعترافه علاقة سطحية ولا بيفتح قلبه قدام أب اعترافه ويحكي له كل التفاصيل؟ مدى طاعته لو احنا اختلفنا، هل تقبل ان أب كاهن يكون إرشاده لينا احنا الاتنين نكون اخترناه تخضع له وانا اخضع له؟ ولك لا انا من دماغي مثلا. لو انت عندك وقت فاضي تحب تخدم، بيتناول كم مرة في الشهر؟ كل اسبوع، كل اسبوعين، كل 7 اسابيع، كل 10 أسابيع؟ كل دي حاجات بتبين.
لكن أب الاعتراف عمره ما هيقول عنه أنه سيء، وعمره ما هيقول خطاياه. أب الاعتراف ممكن يدي انطباع عام، آه ده متواجد، لا ده مش متواجد، هيقولك يا بنتي اتعرفوا على بعض والطباع بتبان. فيبقى نمرة واحد في أسئلة محددة واضحة بتسهل قوي القصة. في شخص تقدم لي من سنة 2007 كان معايا في نفس الكنيسة، بس أنا ما كنتش حاسة ولا قبلها بعقلي علشان الإمكانيات بتاعته صغيرة، وأنا برضو كنت لسه ما بفكرش جديا في الموضوع. المهم هو دلوقتي عايز يتكلم معايا تاني في نفس الموضوع، وأنا حاسة إن إمكانياته اتحسنت، هل أقعد معاه وأدي له فرصة، ولا اللي بيترفض من العقل من أول مرة يفضل مرفوض؟ ملحوظة، أنا كليتي قسم لغة إنجليزية وهو تجارة عربي، وأنا مدرستي لغات وهو عربي، بس هو شخص كويس وخادم وابن ربنا. بص يا بنتي، هو في جزئين. الجزء الأولاني سؤال، بتقولي أنا رفضته عقليا، هل اللي اترفض عقليا مرة؟ لا، عقليا احنا رفضناه لأسباب واحد واثنين وثلاثة. طب الأسباب يعني، ممكن أنا ممكن أرفض واحد عقليا عشان ما عندوش شقة وما عندوش وظيفة وظروف تانية، رفضته عقليا. طب لو جاب شقة وجاب وظيفة وفضلت رفضاه، طب إذا كانت الأسباب اللي خلت عقلي يرفضه أول مرة السبب دي راحت، يبقى لازم أديله فرصة تانية. بس الفكرة اللي أنا حسيتها من سؤالك إنك أنت ما عندكيش قبول لظروف تانية في شخصيته، منها اللغة، منها وإلى آخره. دي بقى مرجعها ليكي أنت، لأن بتفرق من بنت لبنت. في بنت تقول ما يفرقش معايا إن يكون الإنجليزي بتاعه كويس، بس يفرق معايا إن يكون أب حنين وزوج طيب وأب كويس لأولاده. واحدة تقول كده، واحدة تقول لا، أنا انكسف قوي لو أحست في وسط المجتمع وجي يقول بوي قالها بوي، ده أنا يجي لي سكتة قلبية. أنت حرة، بلاش السكتة القلبية وخلاص يا حبيبتي، يشيل ده من ده، يرتاح ده عن ده، يبقى أنت حرة. فاهمين عايز أقول إيه؟ أنت اللي تقيمي، لأن في أمور بتفرق من إنسان لإنسان. يعني في واحدة تقول أنا رفضته لأن ما عندوش عربية، واحدة تانية تقول يا بنتي هو حد لاقي إن شاء الله ببسكليتة، أنت خد بالك، واحدة تانية عندها العربية دي حاجة. فاهمين؟ دي بقى الكنيسة ما تقولش آراء فيها. ما اقدرش اخد راي الحاجه انت ما اقدرش اخلق لك ذوق جواكي، لان كل واحد ليه اولوياته وليه ذوقه. لكن في النص الاولاني اللي انت بتتكلمي عليه، لو كان انسان عقليا كان مرفوض والاسباب اتعالجت، لازم اقيم الموضوع عقليا من اول وجديد. اخر سؤال عشان وقتنا، موضوع النهارده طويل شويه، فعاوز اخلص الاسئله بسرعه. انا عندي 24 سنه ومش بحب الزواج، حتى فكره الزواج مش في ذهني، وبيجي لي ناس كتير، بس انا مش بحب الرجالة عموما، اتعقدت منهم علشان بابا عصبي جدا وحس ان الجواز تجربة فاشلة، وعلى طول يا ابونا بحس اني فاشلة في حياتي، اعمل ايه؟ بلاش. بص يا بنتي، واضح انك انت بتعاني من مشكلة. المشكلة دي جت في تربيتك ومن صغرك، فانعكست على قراراتك في كبرك. حل الوحيد لازم نقعد مع حد من بتوع الإرشاد الأسري اللي دارسين كاونسلينج، وهم ليهم بعد نفسي وبعد روحي، إنسان يكون موثوق فيه بترشيح من أب اعترافك مش من دماغك تروحي له. وممكن نقعد مع الإنسانة دي أو الإنسان دي فترة ونطلع اللي جوانا، يبتدي يعمل لي تحليل نفسي خفيف كده من غير دواء ومن غير دكاترة. أنا ما بكلمش على الطب النفسي، بكلم على الإرشاد النفسي، يعمل لي تحليل للمشكلة اللي جوايا مع أب اعترافي. يبقى أب اعترافي شغال في الخط الروحي ومعاه خادم أو خادمة شغالين في الخط النفسي، لأنه واضح أن إحنا عندنا ما يسمى بالعقدة، عقدة نتيجة أب عصبي، أب قاسي. وده يعلمكم أنكم لما تبقوا متجوزين إن شاء الله يعني، وتتجوزوا يكون عندكم أولاد، اعرفوا أن العصبية والغضب في الزوج بتدمر جيل الأولاد، حتى لو كان معك حق. هذا لا يبرر لك الغضب، الغضب أمام الله قاتل نفس، ودي النتيجة إن بتبقى عندنا نفسيات ناس مشوهة وتكره الحياة وتكره الزواج وتكره كلمة أب أو تكره كلمة زوج، بسبب إنها حصل لها دامج في نفسيتها من طفولتها. اللي بيقول إن أنا طيب بس عصبي، ده بالظبط كأنه بيقول أنا بس طيب بس قتل قتل، دي تساوي دي. فمن فضلك احضر الكلام ده، شوفوا العصبية بتعمل ايه في الأجيال اللي طالعة. محتاجة بنتي حد تقعدي معاه غير أب اعترافي.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الحقيقة أفكركم، أنتوا فاكرين إحنا بنتكلم في إيه ولا لأ؟ بنتكلم في سلسلة عن الغفران. قلنا نمرة واحد شروط غفران الله للإنسان، وقلنا المرة اللي فاتت لماذا أنا لا أغفر. فاكرين لما قلت إن أنا بكبر الخطأ بتاع الآخر، إن أنا بحب أعيش الإحساس بالإشفاق على الذات، فاكرين الكلام ده ولا لأ؟ قلنا حاجات بتخليني أنا مش عاوز أغفر. مش قادر راجع اللي فات لأن موضوع النهاردة هيكون طويل شوية، لأن هتكلم النهاردة على موضوع مهم قوي اسمه كيف أغفر لمن أساء إلي إساءة بالغة. يعني واحد دمرني باللغة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت كنا بنضحك عليها، واحد قهرني، واحد سحلني. مش احنا قلنا احنا بنستخدم الألفاظ دي عشان نكبر الموضوع؟ انا هفترض ان ده حصل. واحد بتحبه وفعلا خان الثقة، واحد بتحبه قلت له سر واستخدمه ضدك، واحد اتسبب انك ممكن تترفد من الشغل بالرغم ان ما كانش فيه خطأ واضح، عمل وشاية ما وصدقها المدير وترفد. صعب، صعب قوي، صعب قوي ان انا اطلب من يوسف اللي حافظ على طهارته انه يغفر لفوطيفار ومراته وتحط في السجن اكتر من سنين، تحط في السجن سنين، ازاي يغفر؟ الموضوع زي ما بقول لكم مش سهل عشان اكون واقعي، بس هنتكلم في نقط معينة للمغفرة. هسأل شوية اسئلة. السؤال الاولاني، الإنسان اللي أنا مطالب إن أنا أغفر له خطيئته أو أغفر له الغلطة اللي وقعها فيها، محدش بيغفر الخطايا، أنا آسف يعني. أول حاجة عنوانه في قلبي إيه؟ لأن دي نقطة البداية. مخطئ أم مسكين؟ تاني السؤال صعب. مخطئ أم مسكين؟ ليه؟ لأن لو هو عنوانه جوايا مخطئ، ده بيديني الحق إن أنا آخد موقف انتقام أو موقف عداء أو موقف عدم مغفرة. أنتوا كلكم عارفين إنه غلطان وما غلطش غلطة صغيرة وما غلطش مرة واحدة، وأنا أديته فرص كتير قوي. وعلشان كده طول ما أنا بوصفك إنك مخطئ عمري ما هعرف أغفر لك. أمال ممكن أوصفك إيه؟ يبقى الوصف بتاع العالم إن ده غلط وما يستاهلش المغفرة. لكن في واحد تاني الوصف بتاعه يقول إيه؟ طب من غير ما أقول لكم واحد تاني هقول لكم قصة حصلت معي. الحقيقة في فرحة مرحلة من مراحل حياتي في إنسان أساء لي قوي قوي قوي. أنا مش عارف حكيت لكم المرة دي ولا لأ، المرة اللي فاتت كان مدير عندي، مدير عندي أساء لي قوي. فلما أساء لي قوي أنا رحت الأب اعترافي كإنسان موظف جديد، هو إنسان ما كانش يعني بصورة أو بأخرى يعني يحمل أي محبة، فكان متعب بصورة أو بأخرى، فهموا زي ما أنتوا عايزين تفهموا، بس هو كان متعب جدا 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 لدرجة أنه ظلمني ظلم بين. وبعدين لما أنا قلت له أنا ظلمت قال لي أنا عارف أنك أنت ظلمت، هو النظام عندي كده. فأنا رحت الأب اعترافي بحكي له، فأب اعترافي لأني أنا بحكي بقول ده عمل كذا وعمل كذا، أنا متوقع أن أب اعترافي يعمل إيه؟ يطبطب. أب اعترافي ما طبطبش، قال لي، قلت له أنا فما بقول له الإنسان ده أنا حاسس أنه شرير جدا. الكلمة ما عجبتش أب اعترافي، فأنا لما حسيت في وشه أنه ما عجبتوش قلت له يعني أقصد غلط غلط كبير جدا. ما عجبتش أب اعترافي. طب اعمل ايه؟ مش قادر انزل اكتر من كده. بيني وبينكو كنت متضايق قوي وبالبلدي يعني محروق قوي من الظلم. فقال لي حتى لو غلطان ومخطئ قول جنبه انه مسكين. قلت له ازاي مسكين؟ قال لي لانه هو ضحية. قلت له ضحية؟ ضحية ازاي؟ قال لي ضحية للشيطان اللي ضحك عليه وممكن يضحك عليك انت بس في خطية تانية. مغلوب من الشيطان، مغلوب من افكار اتربى عليها انه يكرهك، مغلوب من حاجات كتيرة قوي. وبعدين عاوز اسألك سؤال،
هو مغلوب من كذا وكذا عشان كده انا شايفه مسكين. الحاجه الثانيه بيخدم زي ما انت خدمت؟ قلت له لا. قال لي بيتناول زي انت بتتناول؟ قلت له لا. قال لي ليه اب اعتراف زي ما انت ليك اب اعتراف بيرشدك؟ قلت له لا. قال لي يبقى مسكين ولا مش مسكين؟ قلت له مسكين. قال لي لما نقابل واحد مسكين حتى لو اذانا نعطف عليه ولا نبقى شايلين منه؟ واخدين بالكم المنطق الروحي؟ يبقى المخطئ هو مسكين. هقولها لكم بصورة تانية حكيتها لكم بدل مرة عشرة قبل كده. أنا ماسك عصاية، أنا ماسك عصاية وضربتك، عارفين الحكاية دي طبعا، حكاية العصاية، ضربته بالعصاية، فهو بعد شوية لقى العصاية دي، مسك العصاية وفضل يضربها. خليكم معايا. فبنقول له بنعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ قال له أنا بضرب العصاية اللي ضربتني. هنقول عليه ايه؟ صح زي ما انت قلته كده، مش متظبط يعني، مش مظبوط خالص. ليه؟ لان مفيش انسان يضرب عصايه. انا عاوزك تحس ان المخطئ اللي زعلك وانت مطالب بمغفرته هو العصايه، بس اللي ضربك مش هو، اللي ضربك الشيطان اللي كان ماسك العصايه. فيوم ما تحب تتضايق، تتضايق من العصايه ولا من الشيطان؟ فالإنسان اللي كرهك أو الإنسان اللي غلط في حقك أو الإنسان آسف اللي اتكلم عليك كلام بايخ أو أهان كرامتك أو داس عليك قدام الناس وما ادالكش اعتبارك، هو إنسان في نفس الوقت مسكين، مسكين لأن مضحوك عليه من ذاته، مضحوك عليه من كبريائه، مضحوك عليه من الشيطان، مضحوك عليه من الكلتشر اللي تربى فيها وقالته ده لازم تقرأه. أنت أمام هذا الإنسان لابد أن تعتبره إنسان إيه؟ مسكين وليس إنسان مخطئ، لأنك طول ما أنت بتقول مخطئ أنت ما أنتش عاوز تغفر، لكن لو قلت إنه مسكين هيصعب عليك وده المدخل إنك أنت تعمل إيه؟ تغفر له. يبقى صحيح هو غلطان، مش هقدر أقول إنه ما غلطش، لأ غلط، غلط، شتم وبهدل الدنيا غلط، بس هو مسكين قوي قوي قوي. وعلشان كده دي نقطة مهمة قوي، لما انت تروح لأب اعترافك بتنكشف لما تشتكي واحد زعل في حقك. لو انت قاعد تدينه قدام أب اعترافك يبقى انت مش حاسس انه مسكين. عارف حاسس ان الإنسان مسكين التاني يقول لك ايه؟ زوجة تقول ايه؟ على فكرة يا ابونا عايز اقول لك حاجة، زوجي عصبي جدا جدا ويخش يخلي البيت حريقة، بس انا متضايقة مش من زوجي، متضايقة من نفسي. اقول لها متضايقة من نفسك ليه؟ تقول لي عشان انا مش قادرة احتمله، فالعيب فيا انا لانه هو مسكين مغلوب من طبعه اتربى كده. شوف بقى الانسان لما يكون عاوز يغفر يعمل ايه؟ يبص للمخطئ انه انسان مسكين، لكن لو انت باصص له انه مذنب عمرك ما هتقدر تغفر له. يبقى السؤال الاولاني ايه؟ احفظه لان في سؤال تاني وهركب السؤالين على بعض. السؤال الاولاني انت بتبص للي غلط في حقك مسكين ولا ايه؟ ولا مخطئ؟ لو انت بصيت انك مخطئ الغفران يبقى في منتهى الصعوبة، ولو انت قلت ده مسكين على الأقل هتبتدي أول خطوة في طريق الغفران. فاهمين يا ولاد؟ مقتنعين ولا مش مقتنعين؟ ولا الكلام صعب؟ اللي جاي لسه، اللي جاي لسه، اصبروا علي. السؤال الثاني، أنا طيب ولا شرير؟ يبقى السؤال الأولاني إيه؟ السؤال الأولاني كان إيه؟ مخطئ أو مذنب ولا مسكين؟ مذنب ولا مسكين؟ السؤال الثاني أنا طيب ولا شرير؟ أحكي لكم على حكاية بقى اسمها الخدعة الكبرى. إيه بقى الخدعة الكبرى؟ كلنا كلنا وأنا أولكم عندنا وهم كبير قوي قوي إن أنا إنسان إيه؟ طيب، ويضحك عليا بكلمة، ولو بس هو كان عارف يخش لي صح كان اخد اللي قدامي واللي ورايا، بس انا طيب صدقني. طيب سيبك من العصبيه وسيبك من الحركات دي، لكن انا من جوا اللي يعرفني قطن 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 ابيض، قطن ابيض جواي. كلنا بقى في الوهم الكبير ده مغرقين نفسنا ان احنا طيب. طب هسالك سؤال، الطيبه دي ليها علامات؟ الطيبه دي ليها علامات؟ علامات الطيبه ايه مثلا؟ العطاء، ان واحد يدي من وقته، واحد يدي مجهوده، واحد يدي من فلوسه عشان واحد محتاج. ومن علامات الطيبه كمان الغفران. فعايز اسالك سؤال قبل ما تسال، انت
هو مذنب ولا مخطئ؟ اسأل السؤال الثاني كمان، أنا طيب ولا شرير؟ ليه بقول شرير؟ لأن في المثل بتاع المديونين اللي أنا حكيت لكم عليه في أول مرة، الراجل اللي كان مديون لواحد ب34 طن فضة، وانت مديون لي ب100 جنيه، فلما رحت للراجل اللي هو 10,000 وزنه، 10,000 وزنه تساوي 34 طن فضة، فرحت وقلت له أنا ما عنديش، فقال لي سامحتك. فانا خرجت من عنده وهو غفر لي خطيته، مسكتك انت، قلت له فين ال100 جنيه اللي خدتها مني؟ انت كاتب كمبياله، وهبيتك في الاسم، هبيتك في الاسم. خلي بالك انا صاحب حق ولا مش صاحب حق، وده مخطئ ولا مش مخطئ؟ مخطئ ب100 وزنه او 100 دينار او 100 جنيه في حقي، وانا الحقيقه ما بطالبش الا بايه؟ بحقي. وبصراحه انا مش شايف ان ده شر، انا شايف ان ده عدل، لان باخد ايه؟ حقي. انا ما قلتلوش 101، انا قلت عاوز المية بتوعي، زي تاجر البندقيه اللي حكيت لكم عليه المره اللي فاتت بتاع ان ايطاليا ده، فاخدته حطيته في السجن. مين اللي سمع؟ اللي سامحني بكام؟ ب34 طن فضة او 10,000 وزنة. راح جابني قال لي بقى انا سامحتك ب34 طن. شوف قال له ايه؟ ايها العبد الشرير، وعلشان كده طالما انا مش عارف اغفر اوعى تقول لي بس انا طيب. انت مش طيب، لان طبقا لحكم المسيح علي وعليك، طول ما أنا مش قادر أغفر أنا اسمي العبد الشرير، وطول ما أنا واخد لقب العبد الشرير يبقى مش ممكن هخش السماء. ومدام مش هخش السماء، المسيح عارف كده كويس، فقال لي حاجتين. الحاجة الأولانية قال لي اذهب أولا اصطلح مع أخيك قبل ما تيجي تتناول، والحاجة التانية اللي قالها لي المسيح، قال إذا ما غفرتش لأخوك زلاته لن تغفر ليك خطاياك أيها العبد الشرير، لأن المعاملة بالمثل. تاني، عشان أنا أغفر عاوز أراجع الخطوتين اللي أنا قلتهم. الخطوة الأولانية، أنت اللي غلطت في حقي، مذنب ولا مسكين؟ طول ما أنا بقول عليك مذنب مش ممكن هغفر لك، لأن عاوز حقي. لكن أنا لما أقول لك أنت مسكين، يبقى أنا ابتديت أتفاهم في حتة الغفران. أنت مسكين؟ أنت فعلا مسكين زي ما أنا مسكين بالظبط. النقطة الثانية، أنا طيب ولا شرير؟ فلما تيجي تقولي لي في الاعتراف، أو تروح الأب اعتراف وتقولي له أنا مش قادرة أغفر لأخت خطيبي، مش قادرة أغفر لحماتي، مش قادرة أغفر لبنت أختي، عشان عملت فيا وعملت 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 وكانت شريرة جدا، أوعي تقولي شريرة، قولي أنا اللي شريرة، لأني مش قادرة أغفر على 100 دينار، ونسى أن أنا مغفور لي 34 طن فضة ب10,000 وزنة. فاوعى تقول انا كلمه طيب دي، لان كلمه طيب معناها انك انت لازم ايه؟ تغفر. يبقى انا واجهت نفسي، اولا الغلط في حقي، طيب ولا مسكين؟ مسكين. نمره اتنين، انا واجهت نفسي، طيب ولا شرير؟ يبقى اتقلبت الصوره، انا اللي شرير وهو اللي مسكين. ده لو ادى الامر اروح اعتذر له انا، بس مش هيحصل لان هو اللي غلطان، بس على الاقل اكون فاهم ان انا الشرير. في كل مره بقى فصلي وانا مش غافر لواحد من اخواتي، ربنا بيقول لي صلاتك وصلت بس مقفول عليها، مش هتتفتح وتطلع السماء الا لما تجيد ان تغفر لانسان اخطا اليك في حقك. عشان كده الانسان الحساس لا يمكن يتقدم للمناوله طول ما هو غضبان او داين او مش غافر لانسان، لا يمكن، لا يمكن يتقدم للمناوله، لانه عارف شرط ربنا قوي قوي. السؤال بقى ان في معادله وفي معادله. المعادله الغلط الاولانيه كنت بقول ايه؟ هو مذنب وانا طيب يا عيني، ما هو اللي غلط في حقي، يبقى مين المذنب؟ هو، وانا مين؟ الطيب. امال المعادله المسيحيه بتقول ايه؟ هو مسكين وانا شرير. صعب اللي انا بقوله، بس لازم اواجه بنفسي كده اذا كنت ناوي امشي اول خطوه في سكه الغفران، ان انا طول ما انا مش قادر اغفر مهما كان غلطك في حقي معناه انا لسه انسان شرير، لان ناسي مراحم ربنا عليا قد ايه. ثلاثه، يبقى الاولانيه كانت بتقول ايه؟ عشان الموضوع بتاعنا طويل لازم نفتكر كل شويه. نمره واحد، مذنب ولا مسكين؟ طلع ايه؟ مسكين، لان مضحوك عليه وما خدش اللي انا خدته. اتنين، أنا طيب ولا شرير؟ طلعت أنا إيه؟ طول ما أنا مش قادر أغفر
يبقى هو مسكين وطلعت أنا الشرير، بالرغم أن أنا الأول كنت مركبة حاجة تانية، أن أنا هو الشرير وأنا الطيب. النقطة الثالثة هكلمكم النهاردة وإحنا في سكتنا الغفران عن موضوع مهم قوي اسمه سلم الغفران. سلم الغفران، سلم الغفران. إيه سلم الغفران ده؟ عبارة عن درجات من الماينس لغاية البلس عشان نشوف إحنا فين في قضية الغفران. أول حاجة في الإنسان بتاع العالم قوي اللي ملوش علاقة بربنا، عنده مبدأ في حياته كده، ده مش هيستنى لما حضرتك تغلط فيه عشان أغفر لك، لا، أنا عندي مبدأ في الحياة اسمه أتغدى بيك قبل ما تتعشى بي، يعني قبل ما تغلط أنت في حقي وتعمل مؤامرة أكون أنا طيرتك من الشركة اللي أنا فيها. فالإنسان وهو بدائي جدا يقارب الحيوان بما فيه من شراسة، ويبقى عنده كده مبدأ إن أنا اللي ابتدي. ده إنسان خالص بعيد عن القصة بتاعتنا إحنا، ده مش هو مستني إنه حد يغلط فيه عشان يغفر له، ده هو اللي بيغلط في الناس. دي نمرة واحد، ده في السلم بتاع الغفران. أنا شوف إحنا الأول بس الحب عندنا شكله إيه. اتنين، أنا ما ببتديش، ما ببتديش، لكن عندي مبدأ ماشي بيه اسمه البادي أظلم. يعني إيه البادي أظلم؟ يعني تيت فور تات، يو هيت ماي دوغ آيل كيل يور كات. هي كده. يعني ايه؟ يعني انت تقرص القطه، ايه تيت فور تات يو هيت ماي، يعني تخبط الكلب انا اموت لك القطه بتاعتك. انا مر، انا مر، عارف يعني انا مر؟ يعني انت لحمي، يقولوا كده لحمي، انا ما بفهمش ايه اللحم المر ده. المهم يعني يقول لك انا لحمي مر. يعني ايه لحمي مر؟ يعني بص انا عمري ما ابتدي، بس انا لو حد قرب لي ويقول لك كده وتلاقي كشر وحواجبه طلعت ونزلت، يعلم الله، يعلم الله، الدبان الازرق والاحمر والاخضر ما يعرف سكته. ده تاني مستوى، احنا لسه مستوى تحت قوي. في منك انتوا، انا بقولها باكزاجريشن، لا دي ممكن تكون جوايا قوي بقى، هو عامل كده. طيب طيب، ده اسمه ايه؟ الانسان في مرحله تانية، مش انسان الغابه بقى، لا، مرحله الانتقام. الانتقام يعني ايه؟ الانتقام ما ببتديش، بس اللي يبتدي اهرسه اموته. ده اسمها مرحلة الايه؟ الانتقام. لسه على الغفران؟ ياما محطات كتير قوي، بس ده اسمه سلم الغفران. فلازم اتعرف، لان انا اوقات بيبقى فيها كده، اوقات مع بعض الناس بيبقى عندي الرغبة في الانتقام. طب انا هبعت له حتة جواب لقداسة البابا واقول عليه انه عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، فهمتوا؟ ده اسمه ايه؟ رغبة في الانتقام. الدرجة اللي بعد كده، بصوا بقى في نمرة اتنين، انا هاخد حق بإيدي. دي في نمرة اتنين. نمرة تلاتة بقى، أنا عاوز أخد حقي ومش هرتاح لما أخد حقي، بس مش أنا اللي هاخد حقي، ربنا هيجيبهولي وهيوريلي في حتة يوم، ومستني اليوم ده وبعده على صوابعي. أنا الحقيقة ما عملتش حاجة، أنا ما عملتش حاجة، بس مستني إيه؟ مستني ربنا ينزل ويكسر، وموصي ابو سيفين، سيف يمين وسيف شمال، واحد ياخد رقبته وواحد يفتح بطنه اقل، وساعتها هرتاح يا ولاد، وهنبسط قوي، هنبسط قوي 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 قوي، لما ربنا جاب لي حقي، ربنا جاب لي حقي. جبتوا الكلام ده منين؟ من عندنا ده؟ الحقيقه ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه عندنا اسمها كده، بس ده مستوى تاني. مش بيحصل كده؟ ببقى حاسس ان انا مش قادر اخد حق بايدي، بس يقول لك ايه؟ فوضت امري لله، يا رجاء من ليس له رجاء. على فكره احنا لما بنقولها في الصلاه بنقصد حاجه تانية خالص، مش هي دي يعني، بس هو بقى انا حطيت رجائي فيك انت اللي هتجيب لي حقي. ده مستوى ايه؟ ده كل ده ممكن يكون جوايا وفاكر نفسي مسيحي. احنا لغايه دلوقتي محتاجين نتعمد، يعني مش مسيحيين، يعني اقبلها في الوثنيين، لكن كده احنا لسه ما بقناش مسيحيين. استنى معايا شويه. اللي بعديها بقى، بصوا، انا ما اتمناش الشر لحد، ما اقدرش اقف قدام ربنا اقول له هات لي حق وانتقم منه، بس في حاجه حصلت، سمعت انه هو نازل اتزحلق على السلم، رجله اتكسرت وايده اتجبست، والغريبه بقى اقولها ازاي؟ اقول اللهم لا شماتة. أنا عايز أسأل الشماتة تبقى شكلها إيه؟
إذا ما كنتش أنا فيه شماتة، دي نمرة أربعة، ده لسه أنا كده لسه ما بقتش مسيحي، لسه ما بقتش مسيحي، ده لسه على الغفران. بس أنا بكشف لكم أوقات بيبقى جوايا، شوف أنا ما طلبتش ولا رفعت راسي وقلت رب هات لي حقي، بس ربنا ربنا كبير كبير كبير، ومن غير ما اطلب جاب لي حقي وفرح قلبي. هو انت فرحت لما رجله انكسرت؟ اه. هو انت شمتان؟ لا 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 شماته، لا لا، انا عندي اولاد واخاف عليهم. امال انت اللي بتعمله ده ايه؟ ده 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 الله يجري قضاء، الله يجري عدلا، ده عدل الله. لا ده مش عدل الله، دي شماته، دي شماته، لانك من جواك ما دعيتش عليه، بس كنت فرحان جدا لما حصلت له ايه؟ مصيبة. بيحصل معنا كده؟ اوقات بيحصل معنا كده. يبقى لسه ما بقناش مسيحيين. اللي بعد كده، انا بص لا دعيت عليه ولا افرح في شره ولا بتمنى له شر، بس بيني وبينك لما بشوفه، لما بشوفه افتكر كل اللي حصل وافتكر كل الجرح اللي فات، وترجع الأحاسيس بتاعت أول مرة بالرغم من الموضوع ده حصل من سنة، أحس إنه حصل النهاردة. بصراحة أنا مش طايقه، بين قوسين كراهية. بقينا مسيحيين؟ ردوا عليا، بقينا مسيحيين؟ أنا لا تمنيت شر ولا شمدت فيه ولا انتقمت منه ولا خدت حق بإيدي ولا صلطت بوسفين ولا حاجة، كل ده ما عملتوش، لكن أنا في حالة من إيه؟ لسه ما بقيتش مسيحي، لأن إيه؟ في كراهية لما بشوفك، سبحان الله، ولما بشوفك أنت مش أكذب، مش طايقك، مش طايقك، مش قادر أنسى اللي أنت عملته فيا من سنة. إحنا اتفقنا المرة اللي فاتت إن النسيان في الذاكرة مش هقدر أعمله، لكن نسيان المشاعر السيئة هو اللي أنا لازم أنساه. فاكرين؟ إحنا كده بقيت مسيحي؟ لسه ما بقيتش مسيحي، بس إحنا بنقع في كل اللي فات ده. أنا بكشف لكم إن إحنا لسه بدري قوي قوي على ان احنا نوصل للغفران المسيح. اللي بعد كده، انا مش كارهه، بس شوف وش، انا مش كارهه، مش كارهه بس مش حبه. تاني تاني تاني، انا مش كارهه بس ايه؟ بس مش حبه. بصراحه بيني وبينكم يعني، ما تقولوش لحد، مش طايقه، مش طايقه يعني. سلام سلام، ترتيب صابع كده، ولما اشوف بعد دقيقتين كده احس ان في تين شوكي في الجلابيه بتاعتي، وعايز امشي وامشي. ليه؟ مش طايقه، مش قادر احبه، مش قادر احبه. يبقى دي مش كراهيه، اللي قبليها كانت كراهيه، كان في شماته وفي كراهيه. دي ايه دي؟ اسمها نسميها ايه؟ عدم محبه. كل اللي فات ده معناه احنا بره وصيه المسيح حتى هذه اللحظه، بالرغم ان كل ده اللي موجود. بصراحه هنبتدي من اللي جايه نبقى مسيحيين في التعامل مع المخطئ او المذنب في قضيه الغفران. ربنا يسامحه، هو صحيح غلط، بس كلنا بشر ومحدش فينا معصوم من الخطا. هنا دخلت في دايره التماس الاعذار للاخر. صحيح ما خفتش، صحيح ما حبتش، بس دي أول نقطة تفرق بين المسيحي ولا مسيحي في مشاعره. هو غلط صحيح، ربنا يسامحه ويسامحني، كلنا بشر وفين مينا ما بيغلطش. الموضوع أوقات يقوم عليا، بس لأ برضو ربنا يسامحه، بس بيقوم عليا، بس ربنا يسامحه، وقت أفتكر بس ربنا يسامحه. كده أنا ابتديت أخش في إيه؟ أول نقطة في سلم الغفران، صح بقى كإنسان مسيحي. طب اللي بعد كده ايه؟ ربنا يسامحني ويسامحه لان عدم مغفرت لي اسوأ من خطيته نفسها. انت كده انسان مسيحي 10 على 10. تاني، ربنا يسامحني ويسامحه لان خطيتي لي بعدم مغفرتي اسوأ من خطيته هو اللي عملها في حقي. فأتاري ان الغفران ده سلم طويل، يبتدي بالإنسان العدائي اللي ما فهمش كلمة غفران، ده عاوز يموت قبل ما حد يعمل فيه أي حاجة، أبتدي بالضرب. ثم الإنسان الذي ينتقم، ثم الإنسان الذي يريد انتقام الله، ثم الإنسان الذي يكره ولا يستطيع أن يحب، وقبليهم الإنسان اللي بيشمت في سقوط عدوه.
ده في آية في سفر الأمثال بس أنا نسيها دلوقتي، بتقولك أوعى تشمت لو سقط عدوك، أوعى تشمت. تصور لو شمت أنت كسر الوصية. وبعد كده تعمل إيه؟ تخش في مرحلة اللامحبة، يعني أنا ما بس مش طايقه. وبعدين تخش في مرحلة الجهاد، إنك تلتمس له الأعذار، وبعدين توصل لدرجة إنك تقول أنا أشر منه لأن أنا مش عارف أغفر له. فالسلم طويل قوي. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي في ثلاث نقط. النقطة الأولانية بتقول إيه؟ مذنب أم مسكين؟ وأنا قاسي طيب أم شرير؟ والنقطة الثالثة إن الغفران ليه سلم، بس لازم، مش مهم إنك في أي درجة، المهم إنك ترفض الدرجة اللي أنت فيها لتنمو في الدرجة التالية. لكن ما ينفعش أفضل عندي رغبة في الانتقام، إنك أنت عشان كسرت لي عربيتي طول الليل بفكر أعمل إيه، مين يكسر لك عربيتك؟ أو لما أعرف إن عربيتك انكسرت تقول لك ربنا جاب لي حقي. ما ينفعش، ما ينفعش يا أولاد، ما نبقاش مسيحيين خالص. النقطة اللي بعد كده عايز أتكلم على نقطة مهمة قوي، اسمها إيه؟ اسمها عامل الوقت في الغفران. عامل الوقت. يبقى اتكلمنا عن سلم الغفران. سلم الغفران اللي أنا قلته ده مش يحتاج وقت ولا محتاجش وقت عشان اتنقل من مرحلة لمرحلة. يبقى لازم أولاد نكون واقعيين، وأقول لكم كده إن في بعض الأحيان المغفرة بتحتاج وقت. بدليل لو أنت دلوقتي لسه واحد، أنت ماشي وواحد بيتكلم في الموبايل وبيغني وراح دخل في عربيتك والعربية تفشفشت، فأنت الحقيقة متضايق شوي. فأنا جيت أقول لك إيه؟ وإن لم تغفروا الناس زلاتهم لا يغفر لكم أبدا. اغفر له يا حبيبي، اغفر له، ارشم عليه الصليب وروحه وبوسه واحضنه. هتعمل فيا أنا إيه؟ يبقى لازم نكون واقعيين إن في بعض الأحيان الدمل وهو سخن ما تقدرش تقرب له لأن بيوجع قوي، لازم تدي له وقت. وعشان كده أب الاعتراف الحكيم لما بتكون في مشكلة زوجية والزوجة يعني، والزوج يقول لهم إيه؟ طب هناخد بريك من بعض لمدة أسبوع، 10 أيام ما نتكلمش خالص، ونصلي كل واحد لوحده، ومن فضلكم ما تعاتبوش بعض ولا تحاولوا تتصالحوا دلوقتي، هو عارف إن ما ينفعش. خدوا وقتكم. ليه؟ لأن الغضب محتاج وقت شوية، والضيق محتاج وقت شوية، ومش هعرف أغفر دلوقتي. بدليل إن لما في أم ابنها بيكون عنده 3 سنين أو 4 سنين أو 7 سنين مات، ممكن تقابل أب كاهن وتقول له مش قادرة أغفر لربنا. أبونا كاهن يقولها يا كفرة؟ أبونا كاهن ما بيردش خالص، لأنه يعلم أن في بعض الأحيان الغفران يحتاج إيه؟ وقت. بس أنا خايف أقول لكم الغفران يحتاج وقت دي يا أولاد تقول أوكي يا أبونا 3 سنين بقى، أديني 3 سنين كده يعني أروق نفسي. أقول لك لا 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 لا، اسمع بقى، أنا بقول لك يوم، يومين، 3، بتكلم على أيام، ما بتكلمش على أسابيع ولا شهور. طيب إيه اللي بيأثر الوقت وإيه اللي يطول الوقت؟ حاجة مهمة قوي، لو أنت احفظ المعادلة دي، لو أنت عايش حياة التوبة وعايش حياة مسكنة الروح في نفس اليوم تقدر تغفر. لكن لو أنت مش عايش التوبة، أصلا أنت عايش التوبة يعني إيه؟ يعني تقف قدام ربنا تقول له هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرتعبا من كثرة ذنوبي، وانت بتقول ذنوبي كده يقول ذنب اخوك دوت يجي ايه بذنبك؟ لا يا رب، انت قلت ان ذنوبي اللي انا عاوز اغفرها مرهونه ان انا اغفر لاخويا، فمن اجل خلاص نفسي وعشان انا اغفر ذنوبي لازم اغفر لاخويا، لان اخويا اللي عمله قليل قوي باللي انا بعمله فيه كل يوم، وعلشان كده يا رب انا عاوز اتوب. فتبص تلاقي نفسك لو انت عايش حياة التوبة، مش توبة انك تعترف مرة او مرتين في السنة كده كلشن كان، لا توبة يعني بتقف قدام ربنا كل يوم قبل ما تنام تقدم توبة، مش هتقدر تنام قبل ما تغفر لأخوك، لان هتلاقي الروح القدس بيقولك اذهب اولا اصطلح مع اخيك، اذهب اولا اصطلح مع اخيك. مش قادر اصالح دلوقتي، على الاقل سامح اخيك، سامح اخوك يا رب، سامح اخوك، لازم صالح اخوك، حاضر
صالح اخوك كويس، حاضر يا رب. خلصت خلاص. لان انا عرفت حاجه، ان انا لو ما سمحتش اخويا متعلق بخطيتي وهتغرقني في البحر، فانا لازم عشان انال مغفره اغفر لاخويا. فاللي عايش التوبه وحاسس بان خطيته بتجرح وتصلب المسيح على الصليب تاني، سهل قوي يغفر لاخواته مهما غلطوا فيه. لكن لما انا اكون بعيد عن التوبه يبقى قلبي متجبر، مش حاسس بالتوبه ومش حاسس ان انا. والحاجه التانيه مسكنه القلب، انك انت مسكين وغلبان، فتقول يا رب انا مسكين وغلبان، انا مسكين يا رب وغلبان. يقول لك ما دام مسكين وغلبان مش زي مش قادر، بتقول انت غلبان يعني طيب يعني مش كده؟ اه غلبان وطيب يعني. اه طب مش قادر تغفر لاخوك ازاي؟ انا مش مصدقك يا حبيبي. طب انا هثبت لك يا رب ان انا غلبان ومسكين، وخطاياي انا وضعفاتي انا اكتر من انها تحتمل، وعلشان كده انا هعمل ايه؟ انا هسامحها. لن انسى هذه القصه، زوج يكتشف ان زوجته في ذات الفعل ويراها، مشي بسلم الغفران، قال لي يا ابونا في اول لحظه كنت هطلع مسدس واقتلها. وبعدين اخد العربيه وفضل يلف منطقه سكنيه كبيره قوي لمده ساعه واثنين وثلاثه. طبعا يا جماعه اي راجل زوج يشوف المنظر ده يغفر ازاي بالذكوره اللي فينا والرجوله اللي فينا والشهامه اللي فينا والكلام الكبير، خيانه والعار والقتل والذبح ومش عارف الكلام ده كله، صعب جدا يغفر. فمر بسلم الغفران دوت، فضل اول كان عاوز يقتل يبقى ينتقم بايده. نمره اتنين قال انا مش هقتل وربنا هيجيب لي حقه. مشي بالسلم ده، بس خد معاه وقت قد ايه؟ عشان ده انسان روحاني جدا جدا. بعد ما لف خمس ست لفات عربيه جاله صوت جواه، اوعى تكون انت السبب في اهمالك بزوجتك انها لجأت لحضن رجل اخر، لعلك انت الملام قبل ان تلوم زوجتك. ياه، ممكن واحد يوصل لكده؟ هذا الانسان وان كانت انقطعت علاقتي بيه من اكتر من 17 18 سنه ومعرفش هو فين ولا في اي دوله، لكن اشهد ان حصل معاه كده ووصل لغفران لانه كان انسانا متضع جدا، وكان انسان يحيى حياه التوبه. ما قدرش يمسك حجر ويلقيها بها لانه نظر الى خطيته اولا وسامحها تسامح قلبي. صحيح اخذت فتره كل واحد في مكان، لكن بعد فترة سامحها تماما وكأن لا شيء لم يحدث، لأنه كان يتمتع بالفضلتين دول. نمرة واحد إن هي مسكينة، نجيب من الأول، وأنا إيه؟ وأنا اللي شرير، لعلي أنا أكون السبب بعدم اهتمامي بيها. حتى لو كان ده مش مبرر إنه يبرأها أمام الله من خطيتها، لكن أنا بقول لكم إزاي قدر يغفر. يبقى الغفران يحتاج ايه؟ يحتاج وقت، يحتاج وقت. بصوا يا جماعه في تشبيع عاوز اقوله لكم. عارفين يا جماعه لما يبقى في خراج الدكتور ما يقدرش يفتحه وينظفه الا لما يجمع، فيدي الاول حاجه اسمها انتي بايوتكس، وبعدين يدي ادويه تجمع. اول ما يبقى الدم كده متجمع يقدر يفتحه بجراحه، لكن لو فتح في الاول يحصل تلوث ويحصل انتشار للميكروب في الدم كله. حاجه بسيطه كده اهو، الوقت كده. فلما نلاقي واحد متضايق قوي نقول له طيب ادي نفسك وقت، ادي نفسك وقت، ادي نفسك وقت. واللي يسرع الوقت ده بالنسبة لك انت حاجتين: انك تكون عايش الاتضاع ومسكنة القلب، وانك تكون عايش حياة التوبة كل يوم. من غير كده مش هتعرف تغفر بسرعة. لكن لو انت بتقف قدام ربنا وتقول له انا خاطي انا خاطي انا خاطي زي ما بتعلمني الكنيسة، هيبقى سهل انك تغفر. اخر نقطة عشان تروح، تدريب الغفران. في تدريب ممكن تاخدها للغفران. التدريب الاول هنقول بقى النقطه دي النقطه الخامسه. انتوا فاكرين حاجه من اللي احنا قلناهم في الاول؟ طب احنا قلنا ايه؟ نمره واحد مخطئ او مسكين، والثانيه انا طيب ولا شرير، والثالثه سلم الغفران، والرابعه عامل الوقت في الغفران. اخر نقطه تدريب الغفران ونختم بيها. التدريب الاول أن الغفران قرار ولا تنتظر المشاعر. يعني إيه؟ في واحد يقول لك إيه؟ أصل أنا ما أقدرش أكذب على نفسي، مش هقدر أغفر، ولو قلت إن أنا بغفر أبقى كذاب، وأنا ما أقدرش أكذب عليك يا أبونا. لا دي حاجة مش بإيدي. لا لا،
عارفين زي بالظبط ايه؟ واحد يقول لي انا في واحده في الشغل، ويكونوا مثلا هو متجوز مثلا، في واحده ولقيت نفسي منجرف ليها، الحب مش بايدي يا ابونا. لا 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 لا، ما نصدقكش، ما فيش حاجه اسمها كده. لو دي مش بايدي ودي مش بايدي، يبقى ما فيش توبه من اساسه، لانه ده مش بايدك يا حبيبي. لا، في حاجه اسمها القرار وليس المشاعر. يعني انا انسان مسيحي عفيف، مش هدخل في علاقه الا اذا كنت انا ناوي غرض ما، مش هتدلع. طيب اتشدت ليها، تنفع؟ لا ما تنفعش، يبقى نو، قرار. الغفران عاوز قرار. يعني عاوز قرار؟ هو غلط، it is a fact، بس انا مسيحي نمره 2، فاكت نمره 3، ان انا لو ما غفرتش ليه ربنا مش هيقبلني في السماء. القرار في النقطة الرابعة، لازم أغفر. هتاخد وقت، ما تاخدش وقت، بس أنا اللي غلطان إن أنا مش قادر أغفر. اللي بيعمله الشيطان يخليك تركز على عيب الإنسان اللي غلط في حقك، واللي يعمله الروح القدس يخليك تركز على عيبك إنك مش قادر تغفر لأخوك. وبالتالي احفظ كده، الغفران قرار مش مشاعر. لازم أغفر، مش قادر، لازم أغفر، مش قادر. زي بالظبط البطل السجاير، بطبطل السجاير قرار، لازم ابطل سجاير، مش قادر هبطل سجاير، مش قادر هبطل سجاير، مش قادر، هفضل وراها لغايه لما ابقى مقتنع ان انا لازم ابطل سجاير. حتى لو بعد كده وقعت في الخطيه ده، اقول اصل انا بصراحه اللي ضعيف الاراده، لكن السجاير وحشه ولازم ابطلها. فالاول اول تدريب انك تاخد قرار اسمه قرار الغفران، حتى لو ما انتش قادر تنفذه دلوقتي. فهمتوا؟ يبقى الغفران ايه يا اولاد؟ قولوا ورايا، الغفران ايه؟ لان لو استنينا على المشاعر، المشاعر ممكن تاخد سنتين ثلاثه مولعه، وكل ما اجي اخف الشيطان يجيب شويه شطه يحطها عليها، فتبتدي من اول جديد. لا، الغفران قرار، لازم اغفر، لان ما ينفعش ما اغفرش، لازم اغفر عشان لازم اتناول، لازم اغفر عشان اعرف ربنا يغفر لي خطيتي. ده اسمه قرار الغفران. ده اول تدريب. التدريب الثاني، تدريب حلو قوي كان عمله الانبا ابراهام مع 2 كهنه كانوا متخانقين، اللي هو تقف تصلي كده. انت اسمك ايه؟ بيتر. انا شايل من بيتر قوي قوي قوي، فاقف كده كل يوم اقول له يا رب ليكن كلامك صادقا، انا بقول لك اهو يا رب اوعى تغفر لي خطيتي، وانا بقول لك اهو اوعى تغفر لي خطيتي الا مع الاقل اكون بحاول ان انا اغفر خطيه بيتر. مين فينا يقدر يقول لربنا دي؟ تقدروا؟ بس هو دي اللي ربنا قالها، مش انا اللي قلتها. طب ربنا قالها فين؟ قالها في ابانا الذي، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا. يبقى اعكسها كده لانها تديني نفس المعنى، ولا تغفر لي ذنبي طالما لا اغفر لاخويا بيتر. فما تضحكش على نفسك، ما تضحكش على نفسك وانت بتقول ابانا الذي يقول واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا، لانك انت لازم تقف لو انت امين تقول انا عارف انك مش هتغفر لي ذنبي، لان انا ممسوك بالذنب وعدم مغفره البيتر. لو انت عملت كده هتقرب من دايره المغفره، لانك كل يوم بتقف بتثبت ادانتك لنفسك انك مش قادر تغفر لاخوك الخاطئ. ثلاثة، ده تدريب عمل قدس أبونا بشوي كامل مع سيدة من سيدات اسكندرية كانت تحمل عداوة لأحد الأشخاص. أنا مش فاكر مين الشخص ولا مين كان عمل فيها إيه، بس كانت حاجة مشكلة كبيرة قوي. فالست دي راحت لأبونا إيه؟ بشوي. قالت له يا أبونا بشوي اعمل حاجة أنا مش قادر أغفر لها. قال لها هديلك تدريب صغير. قال لها عندك صورة للصليب كبيرة؟ قالت له عندي تمثال للصليب والمسيح مصلوب عليه بالبارز يعني. قال لها حلوة أوي 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 أوي، اقفي قدام المسيح في الصليب وقولي له الكلمتين دول، قولي له يا رب انت طلعت على عود الصليب وفتحت حضنك عشان تغفر لي، فمن فضلك يا رب علمني ان انا اغفر. قدام الصليب تنحني الذات وتدوب المشاعر، اعرف كده بعدم مغفرتك وقساوة قلبك كانك تعيد صلب المسيح. اخر نقطه عشان ننزع وقتنا، اصرخ في صلاتك كل يوم وقول له يا رب انزع مني قلب الحجر واعطيني قلبا لحميا كوعدك في سفر حزقيال. اديني القلب اللي يقدر يغفر لاني مش قادر اغفر. اديني القلب اللي يقدر يغفر عشان مش قادر اغفر. مش عاوز اطول عليكم، لكن الصليب وطلب القلب اللحمي دي مهم. انا خلصت كده، اراجع بسرعه من الاول. اول نقطه، مذنب ام مسكين؟ 2، انا طيب ام شرير؟ 3، سلم الغفران ودرجاته؟ 4،
بيحتاج وقت، واللي يحدد الوقت ده ايه؟ حياة التوبة ومسكنة القلب. اخر نقطة، تدريب عن الغفران، اهمها ان الغفران قرار وليس مشاعر تسيبها تهدى لوحدها. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، أمين.